الرئيس حب يعمل انقلاب ويحكم في البلاد الكل وحده. الجملة ذي عندها بديدة نسمعوا فيها والحكاية قاعدة تتروج. وقتها ميدل إيست آي اللي هو سيت قريب من قطر خرج وثيقة على أساس تسريب ومطبوع عليها سري مطلق. الوثيقة ذي كينها دعوة للرئيس باش يستعمل الفصل 80 من الدستور اللي يعطيه برشا صلاحيات في حالة الخطر الداهم. الفصل ذي باش يخلي الرئيس يحكم في الدنيا الكل ويحط الناس اللي عندها شبهات فساد تحت الإقامة الجبرية. أصحابنا في موقع برلمان ثبتوا مليح في أصل الوثيقة ذي. يكفي إنك تكليكي وتحلها في درايب وبعدها تلي شارجيها وتشوف لي ميتادوني متاعها باش تكتشف وإن الوثيقة عملتها شركة متاع استشارات مقرها في أريانا. نون دو دومين متاع الشركة هذه بيدها متقيد باسم شخص اسمه وليد البلطي اللي كان في الترويكا ومعاهم في وزارة الشباب والرياضة. وأكثر من هذا شد الشركة متاع البروموسبور وخرج منها في 2015. الله الله يا سالم، هاو جماع انقلاب انقلاب وبعد حل السرة تلقى خير. أصلا وبيناتنا هذه مش أول مرة تصير فيها الحكاية، وعلى ذاك برا جيب شربك وإيجا اركش خليه يفرك الرمانة. بيه خلينا نبداو على قاعده صحيحه باش نبداو فاهمين بعضنا ونشوفوا شنيا هو الانقلاب. الانقلاب يا سيدك يا بن سيدك وبالفلاقي هو ان نشدوا الديمقراطيه نضربوها على الحيط ونوصلوا للسلطه باستخدام العنف. يعني كي شخص ولا جروب يستعملوا جيش باش يخلطوا ويحكم. في تونس ما صارش عنا انقلاب دموي اللي الكرتوش فيها يخيط والدنيا مقلوبه. ها باش يطلعونا جماعه باش يقولوا لنا الثوره انقلاب وتبلبيز وحكايات هذيك الكل. اما خلي نقول لكم وانه في تونس العرك والمعروك في السين بوليتيك خلاو الانقلاب معون صنعاء وكل ملح من يغيب على طعام. الحمد لله يا ربي على مده العشر سنين اللي تعداو رينا انواع الانقلابات المزعومه الكل. هاو دستوري، هاو مؤسساتي، هاو كاسح، هاو نعم، وانتي برا فرق وركح جوك وحده. 2016 كان عام صعيب على تونس وصاروا فيه برشا احداث. زوز اغتيالات في ظرف 6 شهور خلاو المعارضه بالسياسيين والحقوقيين والنقابيين يهبطوا يعتصموا قدام المجلس التاسيسي في بار. ورجع شعار ديجاج الشهير والناس بدات تطلب انه الترويكا تخرج من الحكم والمجلس التاسيسي يتحل. بعد بثلاث سنين المنصف المرزوقي يخرج يحكي في فرانس 24 على انه فما ناس حاولت انها تنقلب على الشرعيه والمؤسسات. بعد كربح نداء تونس في الانتخابات وتفرقع وبدا يفرخ في الازمات الناس بدات تتهم في بعضها بالانقلابات صباح وليل. اما الحكايه زادت وكثرت في 2018 و2019 وقت النداء ولا فيه برشا شكوك منها شق حافظ ولد الرئيس وشق يوسف الشاهد رئيس الحكومه. هاو مره يقولوا انه يحب يعمل انقلاب ناعم على خاطر عمل كتله في البرلمان وبدات تكبر. هاو وزير الداخليه لطفي ابراهيم حكى مع مدير استخبارات الامارات وعملوا برنامج باش يعملوا انقلاب على رئيس الحكومه. هاو فما نائب خرج في إذا يحكينا اللي هو يستنى في البيان رقم واحد اللي هو انقلاب عسكري قال شنية فد من الحزاب والبلاد دخلت بعض. صدقوني البريودة ذيك الانقلابات على كل لون كريم. أما أكثر اتهام بانقلاب تحكي عليه هو وقت اللي رئيس الجمهورية السابق البيجي قايد السبسي مرض في جوان 2019 وقت تحكي على مكتب مجلس البرلمان كيفاش حب يتلم باش يعاين شهور منصب رئاسة الجمهورية. وكيك يوسف الشاهد رئيس الحكومة وقتها ينجم يولي رئيس الجمهورية بالنيابة. وقتها وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي اللي ترشح من بعدها للانتخابات الرئاسيه في 2019 واللي كان قريب من بيجي قايد السبسي قال باللازمه لما نحط زوز دبابات قدام البرلمان وما نخلي حتى حد يدخل. تهبل راه انت تهدد بانقلاب مؤسساتي انا نخرج لك انقلاب عسكري. الحكايه هذه جبدت ما عندهاش برشا وقت اللي محمد الناصر رئيس البرلمان وقتها خرج كتاب وحكى على الخميس الاسود اللي حسب كلامه كان محاوله انقلابيه. حكايه الانقلاب ولات تهلويس وبارانويا عند السياسيين نتاعنا. تيجي تجي تشوف الشعب عدى 23 سنه من عمره وهو يحتفل بانقلاب كل 7 نوفمبر اللي تسمى تحول مبارك. والتلفزه تعدينا وقتها الله واحد الله واحد وبن علي ما كيف حد. هذا العهد الجديد اطل علينا بتولي السيد زين العابدين بن علي رئاسه الجمهوريه طبقا لاحكام الدستور واعتبارا لمصالح البلاد. كلامي لهنا اللي ما خلطوش على فتره بن علي كيفيانا يعني راهو جاب انقلاب. وقت اللي بورقيبه كبر بن علي مشى جاب 7 طبه وشافوا اموره وخرجوا تقرير اللي هو مريض وعاجز ما ينجمش يشد رئاسه الجمهوريه. وبالطبيعه كان هذا في مخطط بن علي اللي استغل دستور 59 اللي فيه فصل يحكي وانه الوزير الاول ينجم يشد رئاسه الجمهوريه في حال انه الرئيس عاجز. وعمل بيان 7 نوفمبر 87 اللي حكى فيه قديش وضعيه تونس صعيبه
ولازم شكون يشدها ويصلحها. وقتها قوات الكوموندوز اللي كانوا تابعين داخلية وتحت امرة بن علي عوضوا الحرس الرئاسي ومهدوا لطلوع بن علي الحق. هو بالطبيعه هاكا مريتوا اخرتها شنيه. ومن بعد يجيك شكون يقول لك والله بن علي ما شفناش منه الخايب. بالله تتفكروا كي قراونا وانه تونس تقع على ضفاف المتوسط في منطقه استراتيجيه في شمال افريقيا؟ هي صحيح استراتيجيه بالضبط، منطقه معروفه بالانقلابات. تقريبا الدول العربيه الكل بخلاف زوج ولا ثلاثه صاروا فيها انقلابات. في السبعين سنه اللي تعداو صاروا 123 انقلاب في الدول العربيه. خلي عاد افريقيا هي حدث ولا حرج، الانقلابات بوها لاخوه اللي فيه قلول يحكي كيف كيف. في السبعين سنة اللي فاتوا صاروا أكثر من 187 انقلاب، يعني بالحساب مدة السبعين سنة اللي فاتوا كل عام يصيروا 4 انقلابات. معظم الدول العربية والإفريقية محكومة بنظام ديكتاتوري، يعني لعب ليه؟ لا فما لا ديمقراطية، لا انتخابات ولا حرية. كي شد رئيس ما يخرج إلا ما ينقلبوا عليه، ولا هو قاعد حتى كش اللي نهز ربي متاعه. الدول هذه تطبيق القانون تسمع به اسمع، وما فماش مؤسسات تنجم تعدل الكفة وتوقف الناس اللي تحكم عند حد. على ذاك تلقى السلطة الكل في يد شخص واحد وسلم لي على التداول وسلمي على السلطة. حتى كان خسر الرئيس اللي يحكم يقول لك الانتخابات هذه غالطة ومزورة ومشني خارج. نحن في تونس ربي بلانا بناس قاعدة تحكم ما تعرفش قيمة المسؤولية اللي بين يديها وتستسهل كلمة انقلاب اللي تنجم تطيح ثورة سير عليها الدم. ناس تخاف تخسر مناصبها وكراسيها وتمشي بمنطق نلعب ولا نحر. وديما بشو قاعد نعاود هيلكم، حلوا عينيكم مليح وتبعوا شنو هي صاير، ما تقولوش فدينا بالسياسة على خطر السياسة هي اللي خلطتنا للقاع اللي احنا فيه وهي اللي تنجم تخرجنا منه. هذه كانت حلقتنا لليوم على الانقلابات المزعومة أو متلازمة الانقلابات. كان عجبتكم الحلقة ما تنسوش باش تعملوا جيم، تحطوا كومنتير رايكم في الموضوع وتعملوا ابوني، وخاصة تبارتاجيوها مع أصحابكم. هذا الانستغرام تاعي والانستغرام تاع نويت، ونشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي.